تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. اليمين المتطرف يدفع الأمن الفكري الأمريكي إلى حافة الخطر. اليمين المتطرف بيزداد وجودا في أمريكا كل يوم، استعداد لمظاهرة. في الناس على الجانب الآخر بيستعدوا لمظاهرة مضادة ضد الكراهية. لكن 2017 أول مرة في تاريخ أمريكا يبقى اليمين المتطرف بهذا الشكل وهذا الوضوح وهذا الإلحاح على حركات ومسيرات ومظاهرات. أمريكا دخلت في حالة لخبطة فكرية، كل شوية هتلاقي شوية من اليمين المتطرف عايزين يعملوا مظاهرة، مرة يتوافق ليهم مرة ترفض المظاهرة، زي ما حصل في سان فرانسيسكو اليومين اللي فاتوا. إنما في كل الأحوال كل شوية هتلاقي مظاهرة لليمين المتطرف ومظاهرة مضادة للي هم ضد الكراهية وضد اليمين المتطرف. كده الأمن الفكري الأمريكي والأمن الإيديولوجي الأمريكي اللي ساد لعقود طويلة في حالة تهديد. الأمن الفكري الأمريكي لما وجه بتهديد شيوعي في الخمسينات والستينات، تم سحق الشيوعية من أجل الأمن الفكري والأمن الإيديولوجي للولايات المتحدة الأمريكية. دلوقتي في تهديد فكري في اليمين العام اللي هو الحزبين الديمقراطي والجمهوري، البعض يصنف يسار وسط يصنف يمين وسط، في النهاية ده يمين عام أمريكي، واليمين المتطرف الأمريكي، اليمين البديل، حزب النازي، كل هذه الحركات المتطرفة أمريكيا. إما أن أمريكا تدخل في صراع بين اليمين العام واليمين المتطرف، وده هيؤدي إلى تهديد الأمن الفكري في أمريكا، أو أن أمريكا تغمض عينيها عن هذا التهديد الفكري، وده معناه تنامي للتيار المتطرف اليميني في أمريكا. كل شوية هنلاقي مظاهرات مضادة، كل ده ممكن يعرض لاشتباكات فيما بعد. إنما السياق الفكري الأمريكي اللي هم حزبين في حزب واحد اللي هو نمط عام رأس مال ليبرالي، كل ده في حالة تهديد الآن من اليمين المتطرف أو اليمين النازي الأمريكي. هل أمريكا لما تشهد تهديد للأمن الفكري تقدر تواصل؟ في الواقع هيكون في صعوبة كبيرة جدا في حركة أمريكا في القرن 21 مع التهديد الفكري والإيديولوجي لأمن الولايات المتحدة وصعود اليمين المتطرف. نصف حرب في كوريا الشمالية. في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كلنا متابعين بقالنا فترة ان في احتمالات حرب في المنطقة. لكن 21 اغسطس 2017 بداية مناورات بين امريكا مشتركة، امريكا وكوريا الجنوبية مدة 10 ايام، من 21 اغسطس ل31 اغسطس. المناورات ديت ان ازاي امريكا تتصرف هي وكوريا الجنوبية في حرب ضد كوريا الشمالية. فالمناورات هي نصف حرب. كوريا الجنوبية بتقول ان هي مش حرب وانها مجرد مناورات وان هدفها دفاعي، لكن كوريا الشمالية بتقول ده كلام مش مظبوط. ايه اللي يمنع ان هذه المناورات تتحول في لحظة الى حرب ضد كوريا الشمالية؟ وممكن يقولوا مناورات وبعدين في 10 يوم، بعدها بشهر، باتنين، بتلاتة، نفس المناورات لأن هي بروفة حرب تتحول إلى حرب حقيقية ضد كوريا الشمالية. كوريا الشمالية أثناء المناورات عملت حاجتين: بدأت تأسيس مفاعل نووي عسكري جديد تطبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأيضا أطلقت صواريخ أثناء المناورات، 3 صواريخ في اتجاه بحر اليابان. أمريكا قالت في البداية إنها أطلقتها الفجر يوم 26 أغسطس، فأمريكا قالت في البداية إنه 3 صواريخ فشلوا، لكن رجعت القادة الأمريكية في المحيط الهادي وقالوا لا، في 2 نجحوا ومشوا 250 كيلو والصاروخ الثالث فقط هو اللي فشل. وده معناه تقدم
في منظومة الصواريخ في كوريا الشمالية. أمريكا في مجلس الأمن قادت عقوبات ضد كوريا الشمالية، والعقوبات الاقتصادية حضراتكم هي صعبة جدا. محدش يتصور أن العقوبات الاقتصادية سلاح عادي، دي ممكن تكون أخطر من السلاح النووي. ترقيع الدولة اقتصاديا وتجويعها، ده سلاح تجويع. مثلا مع كوريا الشمالية ممنوع أي سفن تخرج أو تروح، ممنوع أي شركات مشتركة، ممنوع أي بيزنس جديد مع كوريا الشمالية، ممنوع أي دولة عندها عمال من كوريا الشمالية تزودهم ولو عامل واحد. بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي تجميد كل أرصدته. ممنوع استيراد أي شيء من كوريا الشمالية، هي بتصدر الحديد والفحم والمأكولات البحرية، حتى السي فود ممنوع استيراد سي فود من كوريا الشمالية. يعني كل شيء حصار على كوريا الشمالية. طيب البلد دي عايشة من الصادرات نسبيا، وبتصدر للصين ب 2.5 مليار دولار سنويا. أمريكا بدأت تعاقب شركات صينية تتعامل مع كوريا الشمالية عشان يتوقفوا. الصين هتوقف فعلا انها تستورد حاجة من كوريا الشمالية، لا حديد ولا فحم ولا مأكولات بحرية. ده معناه ان كوريا الشمالية تخسر 2.5 مليار دولار اللي هي صادراتها للصين. في بقى هنا رأيين في علم السياسة. بعض المحللين بيقولوا ان ده ممكن يخلي كوريا الشمالية تركع وتنتهي الأزمة، وإنه الزعيم يسلم نتيجة الجوع والفقر الشديد وعدم وجود موارد للسلاح النووي. في رأي تاني بالعكس، ممكن يعاند أكتر وممكن يندفع أكتر في اتجاه تطوير سلاح نووي، وربما الضرب في أسرع وقت ممكن قبل ما يدخل إلى الإفلاس وإلى الجوع في محاولة لإنقاذ النظام. الجيران الأنين، والجيران فيهم قوتين كبار جدا، الصين وروسيا. ماذا لو انه بقى زي تشيرنوبل على الحدود وقنابل نووية على الحدود؟ مركز الدراسات الدفاعية في موسكو عمل تحليل مهم جدا وقال انه لا روسيا ولا الصين تقبل بسهولة يكون في تشيرنوبل على حدودها، لكن قال ان كوريا الشمالية فعلا عندها قنابل او رؤوس نووية. وقال مركز الدفاعات الروسية، مركز دراسات الدفاع الروسي، انه في اكتر من تقدير، في تقدير ان عند كوريا الشمالية اكتر من 10 قنابل نووية. في تقدير هو تقدير كوريا الجنوبية ان عند كوريا الشمالية اكتر من 20 قنبلة نووية، ممكن يصلوا الى 40 قنبلة نووية. الامريكان عندهم تقدير إن هم 60 قنبلة نووية. المركز الروسي بيقول 60 كتير، ما عندهمش مواد خام تساعد في إنتاج 60 رأس نووي، لكن في كل الأحوال عندهم صواريخ بعيدة المدى. البعض بيقول إن معلومات سرية ورسوم هندسية لهذه الصواريخ وتصميمات أخدوها من أوكرانيا، إنما في كل الأحوال جابوها منين؟ إنما في الآخر عندهم صواريخ بعيدة المدى تم اختبارها في يوليو 2017، وصواريخ نجحت في أغسطس 2017 250 كيلو في بحر اليابان، ورؤوس نووية شبه مؤكدة لدى كوريا الشمالية. ده معناه إن زي ما قال زعيم كوريا الشمالية للرئيس ترامب إن ما تلعبش مع كوريا الشمالية، إحنا عايشين أو أنت كده بتلعب مع برميل بارود نووي متفجر، وإن العالم كله ممكن يكون في خطر. إذن المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية من 21 أغسطس إلى 31 أغسطس 2017، العشر أيام الصعبة جدا دي تعتبرها كوريا الشمالية أنها حرب، وهي في الواقع نصف حرب. دي بروفا بالظبط للي هيحصل إذا ما قررت أمريكا مع حلفائها في اليابان وكوريا الجنوبية غزو دولة كوريا الشمالية. في توضيح ما سبق من تحليل بعض الفيديوهات الشارحة، الفيديو الأول بيشرح إزاي تمكنت كوريا الشمالية من صنع صواريخ عابرة للقارات
وإلقاء قبض على عصابة تجسس علمية عسكرية في أوكرانيا وجدل حول صحة ذلك. المشهد الثاني في توضيح ما ذكرناه من تحليل صواريخ كوريا الشمالية التي باتت كابوسا على الأمن والسلم في آسيا. مع التوتر في شبه الجزيرة الكورية، جيش كوريا الشمالية بث مقطع فيديو بيبين فيه إزاي ممكن يستهدف جزيرة جوام اللي هي في المحيط الهادي، ودي جزيرة أمريكية اتكلمنا عنها قبل كده، فيها قاعدة أمريكية مهمة جدا. إزاي ممكن جيش كوريا الشمالية أو هيتصرف إزاي لما يقرر قصف هذه الجزيرة وهذه القاعدة العسكرية الأمريكية بصواريخ كوريا الشمالية؟ طبعا إزاء هذه الأوضاع الناس قلقة جدا، سواء في كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، لأن الحرب ما يعرفوش في النهاية النتيجة. الشمالية تضرب في الجنوبية والجنوب تضرب في الشمالية، مدن ممكن تكون عرضة للدمار، سواء سول عاصمة كوريا الجنوبية أو بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية. بيونج يانج مدينة رائعة، إنما سكان المدينة الأنين تتحول إلى مدينة أشباح فيما لو اندلعت حرب استخدم فيها السلاح النووي. العصور الوسطى المضيئة، هذا ما قدمه العالم الإسلامي للعالم. العصور الوسطى المظلمة في أوروبا، العصور الوسطى المضيئة في العالم الإسلامي. المسلمين قدموا كتير جدا للعالم في هذا العصر الذهبي، العصور الوسطى المضيئة. قبل الظلام العثماني في القرن الستاشر كان المسلمين أمة متقدمة، الناس اللي عندهم تقدير كبير جدا للدولة العثمانية. ببساطة قبل الدولة العثمانية، قبل القرن الستاشر واحتلال مصر والعالم العربي، كان المسلمين الأمة المتقدمة التي تحكم العالم. بعد العثمانيين بقينا الأمة المتراجعة اللي شايفين وضعها حتى اللحظة. قبل العثمانيين كان العصر الذهبي لقرون طويلة، العالم الإسلامي كان بيمتد حضاريا من الصين إلى أسبانيا. كانت مصر، تونس، المغرب، سوريا، العراق فيها حواضر ومراكز العلم في العالم. القاهرة، دمشق، حلب، بغداد، الكوفة، القيروان، مراكش، فاس، كل ديت كانت مراكز العلم في العالم، والعالم كله كان بيتعلم من الأمة العربية والإسلامية، وكانت المكتبات في كل مكان، وصناعة الورق مزدهرة، وكان في ناس بتسافر لدول بعيدة ومناطق بعيدة عشان يجيبوا كتاب، والمنافسة مين اللي عنده مكتبة أكبر. كان في قواميس وموسوعات. المسلمين والعرب هم اللي نقلوا تاريخ العلم إلى مستوى العلم. كان قبل كده معارف لم ترقى إلى مستوى العلم، إنما في العصر الإسلامي الذهبي انتقلت المعارف إلى مستوى العلوم، بقى في علم الطب وعلم الصيدلة وعلم الفلك وعلم الكيمياء وعلم الجبر وعلم المثلثات، بقت في علوم مزدهرة بفضل الأيدي العربية والإسلامية في العصر الذهبي قبل بداية العصر العثماني. زي ما قلت لحضراتكم، مكتبات في كل بيت. كان وقتها أوروبا بقى 95% من الأوروبيين أميين، 95% من الأوروبيين كانوا أميين. لما كان كل بيت في العالم الإسلامي فيه مكتبة، وكان فيه استعارة في المكتبات العامة، إن أي حد يروح مكتبة يستعير كتاب ويرجعه. الوقت اللي كان فيه أوروبا ما فيهاش إلا مكتبات محدودة في الأديرة، وما كانش فيه متعلمين ولا يوجد القراءة والكتابة إلا 5% فقط، و95% من الأميين. كان علم إلى جوار التكنولوجيا، يعني علم نظري لكن كمان اختراعات وابتكارات مذهلة. أبو القاسم الزهراوي اللي هو اخترع أدوات جراحة مميزة، الحسن بن الهيثم العالم العظيم في البصريات، لولا هو ما كناش وصلنا لصناعة الكاميرا. اللي حاليا بياخد صورة سيلفي لازم يعرف ان الحسن بن الهيثم لولا جهوده ما كناش وصلنا الى هذا المستوى. العالم الجزري
جابر بن حيان، أبو بكر الرازي، الخوارزمي، كتير جدا من الأسماء العظيمة في تاريخنا العربي الإسلامي. عباس بن فرناس قبل 1000 سنة من الأخوين رايت، عباس بن فرناس هو اللي فكر في الطيران. تخيل بقى أن قبل 1000 سنة في عالم ومبتكر مسلم هو اللي فكر في موضوع الطيران، زي الإنسان يطير. فكل حد بيركب طيارة دلوقتي يعرف أن الفكرة الأسطورية دي بدأت من عالم مسلم هو عباس بن فرناس. إذن ده موجز للعصور الوسطى الإسلامية المضيئة اللي كان قدامها عصور مظلمة أوروبية. هنا الثقافة وهنا عدم الثقافة، هنا المعرفة وهنا الأمية، هنا الحضارة وهنا اللا حضارة. بعد العثمانيين وبعد كده موجات من التطرف الديني بقى في القرن العشرين والحادي والعشرين، بقينا احنا في وضع وهم في وضع آخر. بقينا احنا أمة تعاني من ويلات كثيرة جدا، وبقوا هم دلوقتي في وضع متقدم علميا للغاية. وبالتالي تصحيح التاريخ هو الوسطية والاعتدال والعلم والثقافة والحضارة، نبذ التطرف والإرهاب والتخلف الذي جعل الأوروبيين يسبقوننا كل هذه الخطوات الشاسعة. علينا أن نفخر دوما أنه كان في تاريخنا قرون وسطى مضيئة. العصور الوسطى المضيئة، هذا ما قدمه المسلمون للعالم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.